أهلا بيج. كل إنسان يعرف قصته منين بدت. أنت الوحيدة من الحالات اللي قلت لي أني ما أعرف منين بدت قصتي. سولفينا من البداية. أهلا بيج. قصتي ولدت بأي سنة ما أعرف بالضبط. عمري سنتين وضعت بمنطقتي الكاظمية، ومرة لقيتني وخلتني يمهم كم يوم، بعدين سلمتني للشرطة. الشرطة طبعا نشروا الخبر والصور وما كرد، بعدها سلموني دار الأيتام. طبعا عائلتي هسه الحالية ما كان عندهم يصير أطفال، وقرروا أنه يتبنون، وهم قبلي سبق وتبنوا أخويا علي الله يرحمه. من بعدها نفس الدار اتصلوا بأهلي وقالوا لهم وصلت طفلة عمرها سنتين ولهجتها تركمانية أو كردية. صارت معاملة طبعا وتبنوني. نسبة اليتم بالعراق احنا نعرف هي فاقت مثل ما نقول 30% أو 40%، لكن هنا عندنا حالة خاصة. أول شيء هي الطفلة ما تدري الحالة، كانت ما تدري هي يتيمة إلا قبل ما تتزوج أو بعمر مبكر، يعني 16 سنة. هذا راح يسبب لها صدمة، يعني احتمال لو من هي صغيرة تعرف إنه هذولا مو أهلها، حتى الصدمات اللي توالت لها صدمة موت والدها، بعدين أخوها، وهو أخوها أيضا بالتبني يعني مو أخوها، هاي كلها سببت لها آثار نفسية. لكن لو من هي صغيرة فهميها معلميها انه يابا احنا ترى مو اهلك، اكو فد احنا تبنيناك كذا، حتى ما تتصدم بالواقع، يعني تدرين واحد باني امال ويعرف ذولا اهله. والدي اللي رباني كان انسان كلش طيب وعلمني الانسانية وحب الخير للناس. صار عمري 6 سنوات للأسف توفى والدي الله يرحمه. بس أني ما أعرف إنه هذه مو عائلتي، ولأن كانت طفلة. طبعا دخلت المدرسة واجهت ظروف صعبة من ناحية المادة وكل شيء، لأن أبويا كان إنسان غني وترك بيت كبير لأمي بس ما عرفت تتصرف، وراح كل شيء. واجهنا أيام طبعا كلش صعبة، وعشت طفولة حلوة وصعبة بنفس الوقت. فذولا تعرفين يعني طفل يعرف ذولا أهله، متعلق بيهم، أب أخ أخت خال عم، فجأة يكتشف هو صار كذا من السنين عايش ويا ناس هم مو أهله. هذا أكيد راح يترتب عليها عوامل نفسية، راح يترتب عليها صدمات، احتمال ما تعرف تتعامل بالمستقبل، احتمال راح تولد عندها خوف من المستقبل المجهول، لأنه إنسان يعرف هذول عائلته سندة بالدنيا، حتى وإن كان أكو مشاكل بيناتهم لكن يبقون هم بالأول والأخير عائلته. لكن حسب ما كان ذكرت الحالة أنه كانت ما تعاملها بطريقة جيدة، وطبعا هذا أيضا المفروض منظمات المجتمع المدني أو الدولة اللي المكان رعاية الأطفال المفروض يسوون اختبارات للأم والأب قبل ما يتبنون طفل، حتى يشوفوهم هم مؤهلين لرعاية أطفال لو لا، لأنه تدرين هذا الطفل يعني هو البذرة اللي راح نزرعها بالمستقبل. زين إذا بذرة نشأت بوسط بيئة مو صالحة، شلون راح يكون ناتجه بالمستقبل؟ أتذكر أيام يعني كنت أروح المدرسة بدون أكل، ومن أفتح كتاب القراءة وأشوف صور العائلة وشلون ملتمين على المائدة، شوف تتذكرين يعني عندنا شيء مواضيع بالقراءة، أنقهر وتدمع عيني. صديقاتي وكل الناس ما كانوا يعرفون ظروفي، صح طفلة بس ما أحكي بهاي الأمور، يعني أعتبرها أني خاصة. أرجع للبيت، والدتي كانت تعاملني صراحة بطريقة ما حلوة مرات، وأني أشتاق هواية لأبويا وأبشي وأحتاج يمي.
مرت أيام صعبة وصرت صف ثاني ابتدائي، تعلمت أكتب وأعبر، يعني بداية ما تعلمت قمت أحس أكو شي غريب، وكل ما أحزن من شي أروح أكتب لإنسانة ما أعرفها، أكتب إلها كل شي أشعر بيه، يعني على شكل رسائل وأضمهم. هاي يعني كانت الطريقة الوحيدة اللي أرتاح بيها. طبعا كبر هالشي وياي، وكل ما أكبر يوم يعني تزيد صعوبة الحياة علي، يعني واي واجه الظروف من أقاربي يعني والدي اللي رباني، اللي حاولوا هواي يأذوني أو صوره حتى يعتدون علي. شوفي احنا عندنا مثل شعبي دارج يقول الغرقان يتشلب لبك الشاية. هي تقول لك هي قبل ما تعرف ان هذولا مو اهلها كانت تحس عندها فد عقدة. طبعا هي العقدة لشخصية خيالية، هي بالمستقبل عرفت سبب العقدة. هي كان اكو هاجس بس ما كانت تعرف شنو هذا الهاجس، انه هذولا مو اهلها. هو الهاجس هذا، هي ما كانت تعرف انه هذولا مو اهلها، فكانت تكتب بصورة عفوية وتلقائية. تشتغل اي اوكي ليش لا، يعني انصح المرأة انه تشتغل سواء كانوا اهلها او مو اهلها. ليش؟ اول شيء المرأة من تشتغل وتتعلم تواجه ناس وتشوف، لان هي من راح تشتغل راح تواجه ناس، راح تشوف ناس اشكال الوان، راح تتعامل ويا فئات هواية، ويا شباب بنات، راح تعرف بالمستقبل شلون تحافظ على نفسها على اطفالها بالمستقبل من تصير ام. لان المرأة العاملة مو مثل المرأة. طبعا انا يعني اعتز بامهاتنا والنساء اللي مو عاملات، لكن المرأة العاملة بمجتمعنا هذا وبوقتنا هذا أحسها تنجح أكثر من المرأة اللي قاعدة بالبيت بهذا المجتمع. المفروض يعني هي تكون متابعة ومواصلة من قبل دار رعاية الأيتام أو هم المتبناة، يعني المفروض أكون مو بس عن طريق الدولة، عن طريق مؤسسات مجتمع مدني لازم دائما تكون أكو مراقبة ومتابعة، مو بس أتبنى الطفل الطيوها هي. لا هسه شوفي أنت بالدول الأوروبية دائما أكو تطلع مسلسلات أفلام، يعني أكو قانون، هي الأم إذا ضربت ابنها أو الأب إذا عنف ابنه يسحبوه من عنده. ليش؟ لحماية هاي البذرة. يقول له أنت إذا غاب الطفل، إذا غاب الطفل يومين متتالية عن المدرسة يسوون استدعاء الولي الأمر، شنو الأسباب، ويفتحون مجلس تحقيق وياهم يشوفون شنو الأسباب ليش غاب الطفل، إذا صارت عدة تلكؤ بالدراسة وهو كان مستوى زين. هاي على صعيد هم عايش ويا أهله زين، كيفما ناس راح تأخذ هذول الأطفال ما تعرفين يتاجرون بيهم، يستغلوهم، ما يربوهم تربية صالحة، قد يكونون عايشين ببيئة مو صالحة. زين هي بعد موت أمها العفو أبوها وأخوها اضطروا أنه يعيشون ويا بيت جدها، هم من انطوها العائلة مستقلة، بعدين هنا أنا راح يأثر على نفسيتها. يعني هاي مشكلة ثانية غير إنه هي ما تعرف هذولا مو أهلها. محاربة لأنه لا تقدر تأخذ راحتها إلا تقول أبسط حقوقي، إنه هي الاستحمام ما أقدر أستحم. وشفتي الضغوط النفسية، احتمال لأنه هي مو أصلاً مو بنتهم، واحتمال لو كانت تدري هي مو بنتهم احتمال كان طلبت ترجع إلى دار الرعاية ويتبنوها ناس آخرين. يعني فهذا الأمر يعني لازم يكون متابعة من قبل دار رعاية الأطفال. بس أنا كنت عندي قوة غريبة واجهتهم وبعدتهم عن حياتي. هرجع ليش انه انا كنت وصلت ثالث ابتدائي، طبعا تركت المدرسه وصارت ظروفي صعبه، اخوي علي اللي يعني عوضني فراغ والدي تزوج وصارت عنده طفله، طبعا 20 يوم والطفله عمرها 20 يوم وتوفى اخوي الله يرحمه. أنا بعدها دخلت يعني بحالة نفسية كلش صعبة، ولأن خسرت أخويا بحادث السيارة وقبلها أبويا، يعني تحولت بيت جدي أنا وأمي، جدي أبو أبويا أبو أمي
عفو. فيعني صرت صعب أتأقلم، لأن طبعي أتحسس هواية، أني يعني حياة صارت صعبة وياي، وأقاربي أقارب والدي ظلوا يأذوني، ولأن أخوي توفى يعني مرينا أني وأمي بظروف صعبة. بس أنا قدرت إنه أسند نفسي وأحمي نفسي. بعدين قطعت علاقتي بيهم بسنة 2011، وعشت بيت جدو. طبعا ببيتي كلش طيبة، وجدي هماتين الله يرحمهم. بس جيت أتحسس من الكلام اللي يصير يعني من خالي وزوجته، ويحجون هواية يعني الصور، يعني إذا حكيت عن المعاناة اللي صارت وياي، حتى من ناحية الأكل الحمام، كل شي كان عبارة عن حرب نفسية. عشت وياهم 10 سنوات، يعني ما أتذكر يوم أني فاتحة أبسط شي الثلاجة، لأنه نفسيتي ما تتقبل أخذ منهم أي شي، يعني حاربوني حتى على الحمام. صار عمري 15 سنة، هواي احتاج أمور ونفسيتي تعبت من المشاكل. بسنة 2013 إنه قررت إنه أطلع أشتغل، يعني أشتغل، وقدمت بمول يعني مول منصور، وافقوا يعني، على الرغم إنه أنا كنت صغيرة عمري 15، بس الحمد لله اشتغلت بشرف، ويعني صارت عندي خبرة بالمبيعات وبالديكور. وأول راتب استلمته يعني ما كنت يعني أتذكر بيه، كنت كلش فخورة بنفسي، وحتى بلحظتها بكيت لأنه أنا تعبت حتى وصلت لهاي المرحلة وما مديت إيدي لأي بشر. يعني وخصصت من الراتب همتين أطل أمي، وظليت أطلع يعني شفت صبح الصبح والمساء، أطلع من الساعة 9 الصبح أرجع الساعة 11 بالليل، يومي عبارة عن شغل. صح تعب، بس المهم مصرفي طالع وما أمد إيدي لأحد. طبعا أنا واجهت هواية أشياء بالعمل، وحتى يعني تستغربين أرجع 11 بالليل، تعرضت مرة للخطف، بس الحمد لله يعني قدرت أتصرف وظليت أشتغل مستمرة، اعتمدت على نفسي وتعرفت على صديقات وعلى زملاء، وصاروا يعني عائلتي الثانية. من 2013 ل 2017 أني أشتغل. هي اضطرت تخرج، هي من النوع اللي إنسانة قوية، حسب ما ذكرت إنه هي كانت تواجه الصدمات اللي تواجهها عن طريق الكتابة، يعني كانت تتخذ صديق خيالي حتى تشكي له وتعبر له عن همومه. طبعا هي هاي أنا أشوف هيك شخصيات من الشخصيات الناجحة، وتقدر تتعدى كل مشاكلها وأزماتها. هاي من جانب. من جانب ثاني، أكيد هيك شخصية تاخذ لها فترة من الوقت ريست، احتمال تعيد حساباتها، احتمال يعني تشوف ترد تعيد ترتيب أولوياتها، بعدين ترد ترجع تباشر بالحياة تلقائيا. واحتمال لو ما كانت هي إنسانة عاملة أو تشتغل خارج البيت قبل ما تتعرض لهاي الصدمة، احتمال كان أدت إلى الانتحار، أو تفكر تسوي أشياء بروحها، أو تيأس يعني. فهذا الجوانب كلها بسبب طريقة عملها وطريقة عيشتها، يعني كانت هي صلبة وقوية وقدرت تتعدى الأزمة. قلتي إنه تركت من 3 ابتدائي، ما حاولت ترجعين مرة ثانية للدراسة؟ تعرفين الشهادة سلاح. طبعاً إيه، امتحان 6 ابتدائي ونجحت الحمد لله، بس ما كملت يعني بس 6، واتمنى هسه انه اكمل دراسة هماتين، جاي استعد انه ادرس 6 متوسط.
اي انا يعني خلال هاي الفتره طبعا ما كنت اعرف انه اني هاي قصتي وهم لاقين ومتبنيني. قلتي انه تركت من الثالث ابتدائي، ما حاولت ترجعين مره ثانيه للدراسه؟ تعرفين الشهاده سلاح. بيوم من الايام رجعت من الدوام شفت عركه بيت جدي ويا امي ودي يحجون بي، قلت لهم شنو اللي دا يصير؟ سألت أمي قلت لها ليش دا تحجون بي؟ ما قبلت تحجي وبس تبكي. قلت لها صار حيني شنو صاير شنو ضامين علي؟ قالت راح أقول لك شي بس لا تنقهرين. قلت لها ماشي شنو؟ قالت إحنا ما يصير عندنا أطفال وقررنا نتبنى وإنتي وعلي تبنيناتكم. يعني هسه غصة من أحكي بهذا الموضوع وياكم. أنا هنا دخلت بصدمة، ما أقدر أعيط ما أقدر أسوي شي بس أبكي ومخنوقة. قلت لها هذا الكلام كذب، يعني هذا الكلام شنو أبويا؟ يعني مو أبويا أنت مو أمي، أهلي وين لعد وين راحة؟ وقالت مضيعيك بالكاظمية وصار اللي صار. أمي طبعا بوقتها لزمت ايدي وقالت لي لا تعوفيني، احنا نحبك واحنا اهلك اللي ربيناك. انا ما تحملت الموقف، صارت بيا صدمة نفسية وما اقدر اتجاوزها. اخذت اجازة من شغل اسبوع وقعدت بالبيت وما اطلع وكلاتي تدمرت من الصدمة. وراها قررت أكون أقوى وأرجع شغلي ولحياتي حتى أنسى اللي صار. يعني حاولت أتناسى الموضوع، رجعت أكتب للإنسان اللي أنا من أنا طفلة من تعلمت أكتب أنه أكتب لها، فظليت أكتب نفس الشيء. وصدق يعني كان اللي بداخلي صحيح أنه يعني أحس أنه إلي أحد بس هذا اللي صار. شو اسوي؟ سؤال شو على الزواج؟ يعني الزواج هواي تقدموا لي من الدوام ومن شغلي يعني، بس كنت رافضه فكره الزواج والارتباط بسبب قصتي، اخاف اللي يعرف قصتي يعني ما يتقبلني. بعدها تقدم لي اقارب امي، هو يعرف قصتي من انا صغيره، بس هو كان يعني يحب أقاربه يعني واحدة من قرايبه بس ما صارت له. أنا حسيت بيه يريد ينسى بي الماضي لأن كان متأذي نفسيا بسببها. وافقت وتزوجنا، قال لي تركين شغلك. هي إش قد ما كانت قوية وإش قد ما كانت عادت ترتيب أولوياتها، احتمال رادت تخلص من الضغوطات، وخاصة بعد ما عرفت هي قبل ما تعرف هي مو بتهم تقول لك هذولا مهما كان أهلي حتى لو تصير مشاكل. زين بعد ما عرفت هي مو أهلها أكيد راح ترضى بأي زواج هربا من الواقع اللي هي عايشة بيه، عسى وأن يكون الزواج بوابة أمل إلها للخروج من هاي الحياة. لكن ما درست الموضوع زين، ما كان تخطيط زين. إنه نرجع للمثل الأول اللي الغرقان يتشلب بقشاية. طبعاً بالخطوة ما صار أي شيء وما عندي أي مشكلة وياه. تزوجنا، أول شيء راده هو إنه أترك شغلي، وأول شيء طلبه مني أغير لبسي وغير كل حياتش، فرض علي أشياء يعني من الأسوأ للأفضل، ويعاملني بعصبية كان. وأني أصلا نفسيتي تعبانة، أني من أول أسبوع زواجنا يعني صارت عندنا هاي المشاكل. وبدت حاولت أنه أغير نفسي حتى أرضي زوجي، صارت مشكلة وي والدته، ووالدته طبعا سافرت. بعدين أخوه بألمانيا،
ظل يخابر ويدز لي رسائل وهددني، وتصوري ظل يعيرني بقصتي. أنا بديت أتأذى وهذا الشيء يعني. هذا الكلام يعتبر نوع من أنواع التنمر والإهانة بقصد الأذية، وأيضا نوع من أنواع التهديد تتكيف عليه المواد القانونية 432 434 433 من قانون العقوبات. نعم، ممكن شرح هذه القوانين؟ شرح هذه القوانين عفوا، او شرح هذه المواد. هذه المواد اللي تتضمن مواضيع التهديد، مواضيع السب والقذف، مواضيع الإساءة للغير عن طريق يعني الواقع او برامج التواصل الاجتماعي، تمام. فتتكيف هذه المواد من قانون العقوبات، وتوصل عقوبتها للخمس سنوات، او اذا كان حبس بسيط، او اذا كانت مو قوية يعني بقدر الإمكان من الإساءة تروح أول شيء شكوى، بعدها تدوين إفادة بدائيا وقضائيا، بعدها إفادة الشهود بدائيا وقضائيا، استقدام المشكو منه المتهم اللي هو سبب ضرر مادي ومعنوي للضحية، وبعدها يتم استقدام حقه وينحبس فترة بسيطة لمدة يومين ثلاثة يتكفل، بعدها يصعد المحكمة الجنح. محكمة الجنح هنا راح تقرر حجم الإساءة. نعم، محكمة الجنح اللي هي تتضمن الجرائم التي لا تخلف عاهة مستديمة، لأنه احنا بالمحاكم عندنا نوعين، النوع الأول محاكم الجنح، والنوع الثاني محاكم الجنايات. محاكم الجنح اللي هي فترة عقوبتها من 24 ساعة لغاية الخمس سنوات، أما محكمة الجنايات من خمس سنوات إلى الإعدام. لا، هي بالعكس، المفروض يعني هنا أهل الزوج، يعني أنا أشوف إحنا كمجتمعات شرقية بالذات المجتمع العراقي، إحنا دائما نتعاطف ونتعامل ويا اليتيم بصورة يعني نحاول نوصل وناخذ بإيد البر الأمان، لكن هنا الحالة كانت مظلومة من قبل يعني من كل الأطراف ومن كل الجهات، وبدأوا يبتزوها ويسمعوها كلام، أكيد راح يكسر هذا في نفسها وفي خاطرها، وأكيد راح تكون صدمة أكبر من صدمة ما عرفت هي مو أهلها، لأنه هي حاولت أنه تستنجد بيت خلت ملجأ إلها، فأكيد راح تقول لك هذولا. نعم، حتى الحمل اللي هو دولة أخرى بدأ يتحكم بيها، بدأ يقول لها أنه أنت ما تليقين بينا، زين هي شنو ذنبها؟ هي مثلا هسه أكو غلطة احتمال، يعني مثلا وحدة كانت آرتست هاي هنا تحاس، بس هي يتيمة وكانت ما اختارت هذا الماضي، ما اختارته، بالعكس المفروض كليتنا نشجعها ونساندها ونكون بجانبها، هم بالذات أهل زوجها، لأن هم يدرون بها، ولا هي غاشتهم ولا هي مثلا ما قالت لهم، هم كانوا يدرون بها هي ذولا مو أهلها ويتيمة ومتبنى. ويعني أنا كنت متخيل أنه هو راح يعوضني، بس يعني ما صار. هي هاي الفترة يعني أنا ما قلت لك إنه أمي وأهلي ما كانوا موافقين على زواجي، بس بعدين وافقوا. أنا تأذيت هواية ويعني بالزواج، بس أمي هي زوجت ما بقت يعني، وصار عندي 2 بنات. طبعاً هاي الفترة أمي هماتين تغيرت علي وظلت ما تهتم، وظليت أنا ملتهية ببناتي، بس هو نفس الشيء ونفس الصراع والمشاكل عيتها كل يومية. يوجد فرق بين الابتزاز وبين الإساءة. الابتزاز إذا كانت الضحية متعرضة للمساومة، مثل صور، أدلة، مستندات، والمبتز إجا طلب من عندها مقابل. أنا طبعا كثير حالات تجيني المكتبي، تمام، الحالات اللي تجيني المكتبي أو إحنا أكثر المحامين تجينا هذه الحالات، إنه شخص ده يبتزني، المقابل يا أما مثلا فعل مخالف الأحكام الشرع والقانون، أو ممارسة الجنس، أو طلب المال. المساومة الحقيقية بالقانون العراقي
تتكيف على المادة 452 من قانون العقوبات. بيوم اللي جيت أني هددتك بنشر صور إلك أو مخترق جهازك، أني ما أخذ صور خاصة، هددتك، مجرد ما هددتك يتم الحكم بعد إثبات الإدانة، يتم الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات. أما إذا نشرتن على برامج التواصل الاجتماعي أو مطبوعات بالجرائد أو المجلات توصل العقوبة إلى 10 سنوات، المادة 452 من قانون العقوبات. أما إذا كانت الابتزاز يضمن تشهير وسب وقذف فتتكيف أحكام المواد 430، 431، 434 من قانون العقوبات العراقي. كذلك الحال من الحبس البسيط توصل عقوبتها للخمس سنوات. هو طبعا يعني منتسب يروح فترة ويرجع. أنا طبعا شايلة المسؤولية الأطفال والبيت ومسواق برا، وأني أطلع أي شيء يحتاجه أني أطلع يعني، وما مخلي محتاجين أي شيء بناتي. بعد هذه المشاكل اللي صارت بينك وبين زوجك، أهلك والدتك وين شنو موقفها من هذا الشيء؟ صارت المشاكل طبعا الأقارب بدأوا يتدخلون بزواجي وظلوا يحرضون إلى أنه بديت أكره الزواج، وأي تفاهم ماكو يعني بيني وبين زوجي، وصار يعني يضربني وأعصاب، ونفسيتي يعني تدمرت كلش. قمت أي موقف يصير أظل أضرب على راسي وأعيط على بناتي، وإذا بتشوا ما تحمل أطردهم. فقلت له أنا نفسيتي تعبت، أنا لازم أراجع طبيبة نفسي. قال لي راجعي، أنت راجعي، أنت تحتاجين تعالجين نفسك. طبعا راجعت دكاترة نفسيين، لأن حتى نوم ظليت ما أنامه وأعصابي كلش تعبت، وأفكر بأهلي ويعني أتمنى هاي اللحظة اللي ضعت بيها ما صارت، كان ما أنا هيك حالي. على الأطباء ما صارت عندي نتيجة، يعني أبد ما صارت عندي نتيجة. والأطباء قالوا لي إنه السبب مو بيك، سبب بالبيئة اللي أنت عايشت بيها. شلون وصلتي إلى قرار الانفصال؟ شنو المواقف اللي صارت؟ يعني ب 2020 بهاي السنة أنا قررت إنه أنفصل، لأنه شلون صار الموضوع؟ رحت الطبيبة نفسية وهي دزتني على مرشد نفسي موجود بالعيادة، وظليت أحكي كل ما بداخلي، حكيت كل شيء، حتى ظليت أبكي وطلعت كل، فرغت كل ما بداخلي. فانطاني هو حلول هواية وقال لي لازم تقررين انه شنو اللي يريحك. فاول شيء اللي يريحني هو الانفصال، لانه ماكو فايدة يعني من زواجي، لانه هيك الزوج يعني ويعيرني بالماضي، هو يعرفه كل زين ومو انا سبب بيه، وما يهتم من نفسيتي ولا شيء يعني. فأنا أحترم حالي وأظل عايشة بوحدي أحسن لي. رحت زعلت عند بيت عمه يعني، هم بقيت يعني هناك شهر كامل. خلال يعني هذه أنا حكيت وياه وقلت له أنا لازم إنه ننفصل. أنا راح أرجع لك على نقطة إنه قلت لك هاي الحالة كانت كلش قوية وتعرف تتخذ قراراتها، لكن نوبات بعض الأشخاص يحتاجون إلى شنو؟ إلى دفعة أو مراجعة حساباتهم. إن أنا الطبيب النفسي أو الطبيبة النفسية راجعت الحسابات وياها وشجعتها على اتخاذ القرار. طبعا اتخاذ القرار وإن كان متأخر، لأن هي بعد إنجاب طفلين، لكن في صالحها، لأن بعدها في مقتبل العمر وراح تقدر تباشر بحياتها من جديد. زين، بعد ما إنه المرشد النفسي أنطاك حلول وقررت الانفصال، زوجك كان موافق على الانفصال؟ فهو كان رافض الانفصال،
رافض الانفصال لأنه يعرف أنه أكو مهار وأكو الغرفة والأثاث وهاي الأشياء والنفقة. فقلت له أنا أتنازل على كل شيء، رحت وياه للمحكمة وتنازلت عن كل حقوقي. بس هو احنا بعدين اتفقنا، والمهم اتطلقت يعني بالبداية سيد، رحت وياه حتى للسيد، وهذا الطلاق صدقوه بالمحكمة. بعدين يعني صرنا بيناتنا نحكي انه لازم البناته ينطيهم نفقة، فظل ينطي يعني فد مبلغ معين للبنات. بعد ما صار الطلاق شنو وضعك الحالي؟ وضعك مع بناتك؟ نعم الوضع الحالي اني بعدني جاي اشتغل، وبس المشكلة شنو بناتي، عندي وحدة من بناتي كلش متعلقة بأبوها، فهو من ينزل ياخذ البنات انا ما عندي مشكلة ياخذهم يبات يعني يمه يوم ما عندي مشكلة ويرجعن، بس وحدة من يومهم اللي ظلت تنقل تقول ماما ما مهتمة بينا، ماما تروح وتعوفنا، يعني هذا الكلام توصله إلى هو شو يسوي، خابرني يهددني يقول لي أني أقدر أخذ البنات من يمك، وأني كلش خايفة من هذا الموضوع، ويا ريت تساعديني بهذا الشيء، يعني شو أني خاف لا ياخذهم من يمي. يقول لي بالضبط أنه أنا عندي إثبات أنه أنت كنت مريضة نفسيا، وهاي بس أقدمها للمحكمة رأسا ينطوني 2 بنات. بالمناسبة إحنا كعراقيين وكمجتمعات شرقية كليتنا نحتاج في بعض الأحيان أن نقعد نجلس ويا طبيب نفسي، ونحتاج بسبب الضغوطات النفسية. إذا هو كان يشوفه أنه هي غير مؤهلة لهذا الأمر، هي تقدر تقدم هي نفس الجزئية، أنا حتى أقدر أربي أطفالي بالصورة الصحيحة أنا استعانيت بطبيب نفسي حتى أقدر أعيش وأخذ أطفالي إلى بر الأمان. تثبت للمحكمة بدل ما تكون هاي ورقة ضغط عليها، بالعكس هي تقدر تستخدمها ورقة لصالحها. ليش؟ لأن حجتها وياها أنا أم وأريد أخذ بناتي لبر الأمان، وأحس بروحي عندي مشكلة. يعني اللي إنسان اللي عنده ضغط أو سكر أو قلب هذا غير مؤهل لتربية الأطفال، هذا مرض حالة حال هذا، لكن هذا مرض نفسي، هذا مرض عضوي. فأني أشوف بالعكس أنه هي جدا قوية وجريئة أنه من راحت الطبيب نفسي حتى تتعالج. أصلا هيك شخصية يقتدى بها، المفروض كل النساء المنفصلات يأخذوهم إلى طبيب نفسي حتى يقعد يحكي وياهم ويعلمهم. بس إحنا تدرين بينا كمجتمعات عراقية يعتبر هذا الشيء عيب، وأنه هذا مرض عيب. مع العلم أنا ما أشوف بي أي شيء غلط. أنا مهتميت الكلام لأنه أنا الأطباء أصلاً قالوا لي أنه أنت مريضة بسبب البيئة اللي حولك، واكتئاب كان مو يعني فد مرض معين نفسي. بس هو أنا خفت هسه لأنه يريد يتزوج، وقال أنا أخذهن البنات وعد زوجته جديدة، بس أنا أخاف عليهم، يعني أنا أمهم وهيك يحجون لعل الغريبة شون، وهم بنات يعني لازم أكسبهم. هذا هم الشيء الموضوع يعني كلش أعاني من يمه، وأنا ما عندي مشكلة يعني من يكبرن ويوعن ويصيرن يعني فاهمات، إذا خيرهم بيني وبينهم واختاروا ما عندي مشكلة، بس هدنا يكون واعيات مو هسه أطفال وما يعرفن. أنا هاي الحالات كثير تجيني، ومن خلال شاشتكم المحترمة أحب أوجه توعيتي للنساء المتزوجات اللي دي يتعرضن لمثل هذه الحالة. يا أختي العزيزة، الحضانة من حقك وفق شروط الحضانة، إذا كنت تملكين شروط الحضانة. تمام، شروط الحضانة أول شيء أنه تكون غير مريضة مرض معدي، غير محكومة مسبقا أو ليس لديها دعوة خيانة زوجية، والخيانة الزوجية إذا كانت متلبسة
بحالة الزنا، عذراً على الكلام، لكن هذه حقيقة واقع لازم نطرحها. القناة تكون محترمة وللمشاهدة كذلك الحال. إذا ما تقدر تعيشهم تمام، بهاي الحالة راح تسقط الحضانة من عندها. أما إذا تمتلكين هذه الشروط للحضانة، حضانتك ما تسقط إطلاقاً. أما يجيك الزوج أو يجيك زوجك يقول لك أني تنازلي عن الحقوق وأنطيك الحضانة، يا أختي العزيزة الحضانة إلك وحقوقك إلك إذا كنتي صبرتي فد شيء بسيط. طبعا الصبر اللي هو من خلال إقامة الدعاوى الشرعية، أقيم دعوة نفقة إلي، أقيم دعوة تأييد حضانة، أقيم دعوة بالغايب، أقيم دعوة بالحاضر اللي هو الأثاث الزوجية تمام. فماكو شيء اسمه انه تتنازلين عن الحضانه واطلقك. اول وتالي الحضانه الك اذا كنت تمتلكين شروط الحضانه. طيب مده الحضانه؟ مده الحضانه توصل لل 15 سنه، وبعدها الزوجه تقيم تمديد وليس تأييد. التأييد ما دون ال 15 سنه، فوق ال 15 سنه تقيم تمديد للحضانه. تمديد يعني صلاحيه الحضانه تقعدها. وبهذا العمر اكيد المحظون يكون مخير ما بين امه وابوه. مرات المحكمه الدخله يعني نقدر نقول شخص ثالث بالموضوع، تريد امك تريد ابوك. انا هاي الحاله صارت عندي مجلس القضاء الاعلى محكمه الكراده ايضا، كانت الام اللي هو انا وكيلها اكيد يعني وكيل الام تمام، لكون نصير للمراه. وليش نصير للمراه؟ لانه احنا بمجتمع ذكوري عشائري تحكمه العادات والتقاليد. فاحنا اليوم لازم نوقف ويا المراه، لان المراه هي امنا، اختنا، صديقتنا، زميلتنا، لازم نوقف وياها وقفه مشرفه. فكانت عندي دعوه بمحكمه الكراده، الام قائمه دعوه تأييد حضانه، الاب قائم دعوه انتزاع حضانه. طبعا الاب ما عنده اطفال، عفوا ما عنده اولاد، فقط بنات، متعسف بالمعامله وياهم ان كانوا صغار ام كبار. فدخلت الطفلة أنا بوقتها 15 سنة، قلت للمحكمة أنه هي الطفلة ما تريد والدها، بإمكان الوالد إقامة دعوة مشاهدة محكمة الأحوال الشخصية. المحكمة راح تعطيه الحق بمشاهدة أطفاله أربع مرات بالشهر استنادا للقرار اللي صدر من محكمة التمييز الاتحادية، عفوا الاتحادية. فالطفلة حضرت أمام المحكمة وصارت تبكي، صارت تعيط، قالت لعمو اني ما قلت لسياده القاضي، لانه نقول طفله جاهله بالقانون، قالت لعمو الله يخليك لا توديني على بابا، بابا يقتلني، بابا يغلط علي، بابا يعني يقلل من قيمتي وما يصرف علي، فاني ماما مرتاحه وياها. فبوقتها يعني حتى السيد القاضي والزملاء الجالسين شويه تحرك احساسهم، مباشره السيد القاضي انطى الحضانه الام، مدد لها الحضانه. الاطفال هسه قد مو هاي اكو امور بيها شريعه، هي الشريعه تقول للفطام والشريعه، بس احتياج الام الطفل للام مو فقط للفطام، لا وبالذات بسبب الظروف اللي دا نعيشها احنا كليتنا، دا نشوف ودا نسمع ودا نقرا انه اذا هو اذا اخذ الاب راح يجيب له منه؟ راح يجيب له زوجة اب الداري وتراعي. فزين هذا الطفل أو لو أفرض يكون في رعاية الأم مع مشاهدات للأب، أو تكون رعاية مشتركة عن طريق المحكمة أو عن طريق الاتصال بيناتهم. إحنا عندنا مفهوم الانفصال بصورة عامة غلط. الانفصال هو انفصال الزوجة عن الزوج، مو انفصال الزوج عن أطفاله أو انفصال الزوجة عن أطفالها. هذا المفهوم عندنا غلط. ولو نتبع هاي الطريقة انه الحضانة المشتركة بس يبقون لفترة معينة عند الام، لانه وبالذات البنات انا اشوف يحتاجون امهم اكثر من الاب، لان تعرفين هاي ابنية اكو شغلات تتغير بجسمها، هرمونات كذا، فاكيد الام هي اقرب الها تفهمها وتعلمها. اذا كانت البنت متعلقة بوالدها تنقل كلام، هنا مشكلة ثانية. هنا يحتاج فعلا طبيب نفسي للطفلة مو فقط للأم،
ليش؟ لأن حسب ما ذكرت الحالة أنه أكو مشاكل دا تصير دا تنقل كلام خطأ. هنا الطفلة دا تحس أمها صارت عدوها، ليش؟ لأن هي تحب أبوها ومتعلقة به، ما تعرف أنه الأم تريد لها مصلحتها أو هاي أمور خارج عن إرادتها، صار انفصال. هنا يحتاج أيضا طبيب نفسي للطفلة بالإضافة إلى الأم. فهذا كل اللي يعني هاي كل حياتي. بس أنا بعد الطلاق يعني اشتركت يعني حتى بمنظمات مجتمع مدني وظليت يعني أسعى بالخير وأشارك بهواي أشياء، فأغيرت من نفسيتي وبشغلي يعني، وغيرت يعني هواي يعني حياتي. ف الحمد لله وشكرا على كل حال. وأنا مثل ما قلت لك قبل شوية إنه أريد أدرس وإن شاء الله أكمل، وعندي طموح أتمنى أحقق طموحي، لأنه أنا هسه أشوف أنا سند نفسي. الآن عندك هواي أمنيات ممكن نعرف منها؟ وطبعا أنا حلمي من أني صغيرة إنه يعني انه بالخير وهذه، بس من عرفت قصتي وعرفت انه اني بدار ايتام، فاني هسه حلمي انه افتح دار ايتام واساعد بي الايتام واساعد حتى الفقراء، واتمنى احقق هذا الشيء يعني ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله احققه. رسالتي لهاي الحالة بصورة خاصة أنه مو هي انفصلت يعني ها هي نهاية العالم، لا بالعكس، أنا كلش أشجعها على المعاودة للدراسة، وبالذات أنه هي كانت تكتب وعندها حب الكتابة وشغفها. تدرين هواي ناس ما يصيرون وما ينجحون إلا بعد عثرات في حياتهم، وهواي ناس ناجحين ومنهم يعني علماء ولهم أسماء بالتاريخ الآن يعني يحتذى بها. ما جوي من بيئة كانت صحيحة وتربية صحيحة وأسرة صحيحة، لكن بعد معاناة وبعد ليش؟ هذا إنسان يحب يثبت وجوده، يحب يثبت نفسه بالمجتمع. فأكيد أنا رسالتي إلها إنه تكمل طموحها وتكمل دراستها، وإن شاء الله في يوم من الأيام نقرأ لها كتب، وراح أنا متأكدة، مو بس أتمنى هذا الشيء، لا متأكدة من عندها، هي شخصية قوية، راح نلقاها في يوم من الأيام كاتبة مشهورة وإلها اسمها. هاي الحالة حدثت ببغداد عدة مرات، وأنا عندي هذه الحالات، لكن إحنا مكاتبنا تعرفين إنه لازم نحافظ على سرية المواطن، فما أقدر أبيح بالأسماء. كذلك الحال بالمحافظات العراقية من ضمنها القادسية، أنه الزوج ومن خلال قناتكم أيضا، اسمحي لي يعني من بعد إذن جنابك الكريم، من خلال قناتكم يا أختي العزيزة، إذا كنت على خلافات مستمرة مع زوجك وتحسين زوجك مو أمان، لا تبدلين قدامه، لا تلبسين ملابس خفيفة قدامه، لأنه هذه الحالة حدثت بالآونة الأخيرة عدة مرات. يجي الزوج يصور وراح يضمهن للوقت اللي يجي بيه الطلاق، يا أما تتنازلين يا أما أنشر صورك. هذه الحالة متكررة وأعلن عليها مجلس القضاء الأعلى وبيها حكم أيضا، ومثل ما ذكرت لك تتكيف على المواد اللي ذكرتهن قبل قليل اللي هي 452 و 430 و 131 و 34 من قانون العقوبات.